السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم. صباح النور وعيم صباح الشيء وعشاء. الحمد لله ما شاء الله. اليوم راه راكم عارفين الاخر شهر 5 دابا 28 في الشهر، وحنا باقا عندنا الليالي والشتا تبارك الله. نقول لكم اليوم واحد الزريفه على الصباح، ماشي للعمل، هذه الحومه جديده في رجعت ساكن. اش اللي عامل اخوتي اليوم؟ عندهم ديال الشيشطه و طروكو سويلقا ديال الاوتوبوس، كلشي معاك ما كاين لا ترا لا اوتوبوس لا حتى شي حاجه، لا اوتوبوس برشلونة السلام. ياو كان مزرفين اخوتي في المعهد اميرنا. المهم على الاخوان سيدي، راجع نكمل على الناس ديالي دابا الصباح الصباح. المهم الموضوع اليوم الاخوان هو الفرق ما بين مدينة كبيرة ومدينة صغيرة. المدن الكبرى اخوتي يعني فيها يكون فيها بزاف ديال الفرص الشغل، نهضرو على الايجابيات والسلبيات. الايجابيات اخوتي يكون فيها بالعدل فرص الشغل، يعني تقدر يطاوك فيك زهر وتجور شي خدمة وتحرك فيها، يعني يمكن عدة مجالات مع الفلاحة و تكشي دار ريستوران تاعي و بيران، تقدر تجبر شي حاجة. يعني مثلا كاين الشركات اللي كيدخلو فيها في النوار، كاين ديك الأسواق الأسبوعية، يعني إنسان كيخدم مع ديك الناس لي كيبنو أسواق، شوف من مدن كبيرة كيكون عندهم أسواق بزاف. كاينين التيندات تروح خدامة، كاين بزاف د الأمور هنا، كاين كلوبيس، كاين بزاف د الحوايج تقدر تخدم فيهم في النهار. مدينة كبيرة جوهر الجوهر. السلبية د مدينة كبيرة الركاب، الركاب بزاف أخوتي، يعني باش تمشي موطا هاد الخدمة خاصك الخاوة ساعة المكانة قليلة نص ساعة، هذا ضعف الإيمان، يعني كتبقى دايما مزرف في الركاب. يعني الانسان كيسهل عليه الله، هاديك ماشي شي كوتشي اخوتي ولا هادي كي ما غبطيني انت ولا كدا، مسهلكاش حتى شي البعد. حسب مثلا باطيني انت ولا بيكالا اصلا نطر لك شي اخوتي الدوان. سمعتيني بحال دابا انا حاليا ساكن في مطار و رجعت في مطار، باش نمشي انا زعما برشلونة راه تقريبا شي 30 كيلومتر ولا أكثر، صافي. يعني في الترين كيمشي 45 دقيقة، في الطوبيس 40 دقيقة تقريبا، 38 دقيقة عينك. يعني أخاوة جبي هاد الطريق أخوتي، هادي هي الحومة فين ساكن، جبي هاد الطريق أخوتي. هي هذا أنا كنقول الإنسان، مدينة كبيرة هي فيها الإيجابيات ديالها وفيها السلبيات. والسلبيات منهم اخوتي مشاكل، منهم بوليسيه كتكون كيكون موجود كونترول، من عاود اخوتي في السرقه. يعني انا مؤخرا كنسرق في الطوبيس، عمرها في الطوبيس سرقوا لها التليفون ديالها، شي ايفون 13 خطفوه على من الجيب ديالها، الجيب ديال الوريده تاعها. هذه السرقة بالعال اللي علينا، ما حدا تيشي راسك ما عرفتي شي حوايج ديالك قدامك يطيرو لك يصرو لك يطيرو لك. يعني اخوتي السلبيات وكاين الايجابيات. المدن الصغار عبد الاخوان كما كتعرفو فيهم دوس كوساس، يعني دوس تيبوس دي ترافاخ، يا فلاحة يا ريستورانت، هادشي اللي كاين في المدن الصغارين. بغير هادشي هذا ما تجبرش شي حاجه، يعني مثلا نقولوا حنايا هيدا الشركات ليمبريسيس كيدخلوا بنادم، هذا ما كاينش تماك ليمبريسيس، دوك باري فيها ليمبريسيس كتدخل بالنوار ولا كتدخل شي ورق ديال شي واحد ولا، يعني تبارك الله بيد ديالك تبارك الله هنا. وزائد في نص انا مدن صغيرة السنة كتكون شوية قليلة، يعني ما كيكونش الطلب كتير، يعني فهمتي. مدينة كبيرة واخا ما عندكش الورق كويس عندك الصلاة تحرك راسك تخدم بوحدك،
حد كتعلي وكتمشي مع الدراري كتعرف قبل وهذا كتبقى خدام راسك تشوف هاك ليا راسك، خصوصا الا كنتي لابيستا ما عرفش لابيستا لابيستا هو والتريسيان المهم تريسيان ولا بلومبي ولا هادي ولا نجار ولا كدا حد كتعرف قوالب اخاي صافي يعني كتسكيالو كتخدم راسك بوحدك يعني سولو هادي هي المهم هادي هي ايجابيات ديال مدينة كبيرة وكاين السلبيات انا قلت لكم السلبيات ديال مدينة كبيرة هي البعد زايد الصداع المشاكل كونترول بوليس بوليسية زايد السرقة بزاف المهم دراي مسال مدينة صغيرة اخوتي كتجبر كام كتجبر مكاينش فيها مشاكل مكاينش كونترول بزاف زائد اخوتي يعني الحدود ديال الخدمة قليلة والدومين ديال الخدمة اللي في مدينة صغيرة معروف سلاحة ولا ريستورانتي راه معروف هادشي كاين هادشي هذا هادشي اللي تقدر تجبر في مدينة صغيرة المهم مدن كبار هنا في قلت لك برشلونه مدن كبار برشلونه اصلا فيها مدن في وسط مدن برشلونه راه معروف يعني كاتالونيا برشلونه هي اصلا مدينه كاتالونيا فيها عباد مدن مدينه كبيره سنترو مدينه كبيره هي برشلونه ثاني مدينه هي خيرونه ثالث مدينه هي طرقونه رابع مدينه هي ليريدا او ييدا او كاستيانو ليريدا او كاتالاني ييدا مهمة دوار بعد المدن ولي ريدا راه هي اللي معروفة بالسلاحة هنايا في اقليم كاتالونيا وبرشلونة السنترو هي اللي صراحة محركة فيها الخدمة الطبية اما جيرونا وطراغونا هادوك مدن سياحية يعني هادوك فيهم شوية قضية ندعدع فهمتي يعني الخدمة فين كاينة كاينة في برشلونة اخوتي وبرشلونة بيدا فيها 6 زونات اخوتي الزونة اونا زونة دوس تريس كواترو سينكو سيس كل ما بعدتي على الزونه الاولانيه زونه اونو وزونه اونو كل ما كتقل الحدود ديالك في العالم كل ما قربتي للزونه اونو كتجبر الخدمه كتجبر الخدمه موجوده هذا هو الفرق انا كنهضر على برشلونه كاينه مدريد كذلك مدينه كبيره فيها الخدمه تبارك الله الناس خدامين تما محركين كاين هاد جوج المدن صراحه اللي فيهم الخدمه وفيها فيهم الحركه الطبيه ابارت هاد جوج كاينين مثلا بيلباو واحد نسبة فالنسيا سيفيا هادو شويه بوكو برو برشلونه ومدريد هادو هما اللي فيهم الحركه هادو هما اللي فيهم الخدمه اخوتي وما اخوتي حتى كاينين بزاف ديال الناس كيبقاو يهضروا مع الناس مع الدراري حراك كيقولوا لهم لا مشيو مدينه صغيره حقا مدينه كبيره ما عرفتيني كاين واحد النقطه عندهم الصعوبة في واحد الحوايج برو بالعكس شي دا جيتي مدينة كبيرة كتعلم كترجع مطحن كتعرف اي حاجة تا لا جابت مشيتي شي دولة اخرى ولا مشيتي شي موطع اخر يعني كتكون سينا صافي مطير الدهشة مطير كلش مثلا جابت عيدا شي خدمة في هولندا ولا بلجيكا ولا كتكون سينا تحلبتي فهمتي مشي كتكون في بويبلو ستيت ومكتعرف شي تا يا بنادم قسما بالله خوتي زعما مشي زعما كم بنادم كيجي من ليريدا ولا كيجي يعني ليريدا ماشي شي مدينة كبيرة كيجي هي في وسط كاتالونيا بيرو لي ريدا قورانيا شويه ماشي مامالين شي فيها ماشي بحال برشلونه بنادم كيتسلف قسما بالله الا كيتسلف ما كيعرف لا منين يدخل لا منين يخرج دابا انا بحال مثلا مشيت لي ريدا ولا طراكم ما تحرفليش ماشي اي مدينه في اسبانيا ما تحرفليش صافي جوزنا 16 ديال واحد برشلونه متروات طرام طويسات كدا طلع من لهنا لينيا ازول لينيا بيرلين لينيا نوسي كي روخا لينيا طن هود طلع دخل في النفق عاود مع سفاين دخل في فهمتي يعني صافي كتديك الدهشه كطير يعني كيرجع عندك ديك الشيء فهمتي نورمال يعني ديك الشيء سيمبل كيرجع عندك بيرو اي سا باور اللي كيكون في شي بويبلو كيبقى بويبلو يعني من الخدمه الدار من الخدمه للدار ديك بويبلو ما كيخرج ما كيتسالم النهار اللي كيهاود نباسيو شحال من واحد كنتلاقى بوري قسما تلفان ما عارفش فين يركب كون في سانس ولا في بلاصه كاتالونيا ولا ولا في الارك دي تريو ولا في كلوط ولا هيدا في ستاسيون ديال الطريق كتبر بوري بنادم تما سالفه نحرفالو عاد كتبر تاسباني ولا ما عندوش كتبرو تاقسي شحال دارو كيقول لك انا عندي 4 سنين 5 سنين اه بويلو ما كنخرجش ما كان يعني ما كيندمجش في المجتمع بيرو الانسان اللي كيخدم اللي كيخدم هنا اللي ساكن في السنترو اللي هنا دبر خدمه هنا في السنترو هذه كتحكم على المجتمع فهمتي
يعني السيد كيكون طالق راسو، اولا كيتعلم اللغه رابيدو، ثانيا كيرجع للطحان، يعني كيرجع مكيبقاش عندو ديك المشكل ديال المركوب، مشكل هادي مشكل هادي، يعني صافي السيد كيطير الدهشه عادي. المهم الاخوان، هذا هو الفيديو ديالنا، تبارك الله عليكم، والله يرحمنا الشيوخ، تبارك الله، صباح صباح الشيوخ، وتحياتي لكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.